في العام 2006 بعد أن انقضت عطلة الصيف، لم يشد الهاشمي البغديري الرحال ليعود إلى مهجره في فرنسا. تخلفه عن ركب العائدين لم يمر دون إثارة انتباه. لاحظ جيرانه في شارع 20 مارس 56 900 و1000 في سيدي علوان أن زوجته الفرنسية ماري لويز غادرت، وأنه بقي في منزله رفقة طفليه كريم البالغ من العمر 10 سنوات وياسمين التي تصغره بعامين. حل الدخول المدرسي. سجل الهاشمي البغديري طفليه في مدرسة تقع وسط سيدي علوان. كانت شقيقته وسيلة التي تسكن الطابق الأرضي من المنزل مع زوجها سليم خير معين له. المرأة التي لم ترزق ولدا تبدي نشاطا في خدمة شقيقها الذي قرر الاستقرار في تونس بعد سنوات طويلة أمضاها في المهجر. كانت تستيقظ باكرا، تعد للصغيرين وجبة الفطور، تساعدهما في الاستعداد للذهاب إلى المدرسة. تعود الهاشمي على إيصالهما بسيارته الصغيرة. مرت الأسابيع الأولى صعبة. في المدرسة كان الصغار يصطدمون بحاجز جهلهم باللغة العربية، وكان الهاشمي على مدى سنوات مضت قد أثار الموضوع مع ماغي لويز زوجته التي كانت ترد في كل مرة بأنها لا تمانع في أن يتلقى الأطفال دروسا في اللغة العربية. كانت تعارض بشدة الاستقرار في تونس، ترى أن ذلك لن يكون مجديا ما لم يبلغ الطفلين مستوى رفيعا في دراستهما ويكونا قادرين على الاعتماد على نفسيهما. ولكن ذاك النقاش بدا عقيما، ولم يحقق الزوجين أي تقدم، ولم يبلغ التوافق الذي ينبغي أن يكون حول قضايا تخص مآل أطفال. صيف ذاك العام 2006 بدا الهاشمي البغديري وقد حسم الأمر. أمضى العطلة الصيفية متنقلا بين شواطئ الشابة ورجيس التي تعشقها ماغي لويز. وبينما كان يقترب موعد العودة إلى فرنسا، أثار الهاشمي ذات مساء من مساءات أواخر يوليوز موضوع الاستقرار في سيدي علوان. وكما فعلت في مرات سابقة، حاولت ماغي لويز أن تقنع زوجها بأن قراره ذاك يعرض مستقبل الطفلين كريم وياسمين للضياع. ولما يأست من إقناعه بصواب رأيها، حملت حقيبتها وخرجت. بعد 3 أيام اتصلت به من بوردو وأبلغته بأنها تطالبه باستعادة طفليها، وبأنها إذا ما لم يفعل خلال أسبوع سترفع دعوى قضائية ضده. لم يعر الهاشمي كبير اهتمام لما بلغته به ماغي لويز. قال لأخته وهو يحدثها في ذلك الموضوع إن ماغي لن تلبث أن ترضخ للأمر الواقع وتعود لتستقر معه ومع طفليهما هنا في سيدي علوان. كان الرجل يعلم في قرارة نفسه علم اليقين أنه لن يستطيع الذهاب إلى بوردو ما لم يصحب معه الطفلين، وكان ذلك يؤرقه إذ عليه أن يتوجه إلى هناك مرة كل 3 أشهر على الأقل لمتابعة ملف تقاعده من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي لم تكن قد تمت تصفيته بعد. كان قد وكل محاميا ينوب عنه، ولكن حضوره يكون ضروريا. لم يجد من مخرج ممكن من الوضع الذي صار يواجهه سوى الاتصال بمحاميه وإبلاغه بالذي صار. وعده المحامي بأنه سيعمل على تتبع ملف المعاش وأن يأتيه بخبر يقين عن الدعوى التي رفعتها ضده زوجته ماغي لويز. لما عاود الاتصال به أسبوعا بعد ذلك، أكد له أن زوجته تطالب بحضانة الطفلين وبإعادتهما من تونس. أبلغه أيضا بأن المرأة باشرت الاتصال بالقنصلية التونسية، وأن القضية بدأت تجد لها صدى لدى بعض الجمعيات التي اشتهرت بالتدخل في قضايا مماثلة. طلب الهاشمي من محاميه إضافة تلك القضية إلى ما وكله من أجله، وكان قد نصحه بأن الأجدى أن يستجيب لطلب زوجته ويعيد الطفلين إلى فرنسا.
لتجنب الخوض أعمق في هذا الموضوع اكتفى بأن وعد المحامي بأنه سيفكر في الموضوع. يستحضر الهاشمي يوم كلمه والده قبل 20 عاما في شأن الاستقرار في فرنسا. كان الشيخ يرى أن على ولده الوحيد أن يعود ويستقر في سيدي علوان ويتزوج بها ويتولى شأن الأراضي الفلاحية التي تملكها العائلة، هي مساحات هامة عدة هكتارات غرس أغلبها بأشجار الزيتون. الآن وهو على عتبة الستين يحاول أن يقوم بأمر تلك الأراضي. كان يود لو يكبر ولده كريم وهو يرى والده يعتني بأرض الأجداد فيواصل هو من بعده الاعتناء بها لما تؤول إليه. ذاك هو حلمه الكبير الذي من أجله خاطر بإبقاء طفليه في سيدي علوان. كانت اللحظات الأكثر قسوة عليه حين كانت تأتي صغيرته ياسمين تسأله عن أمها. مع مرور الوقت بدا وقد استنفذ كل الإجابات الممكنة، وها هو يجد نفسه محرجا ولا يستطيع النظر في عيني ابنته وهو يزعم أن أمها ستأتي قريبا. يعلم الرجل أن أخطر ما قد يقوم به أن يكذب على طفليه. ثم بدأ الطفلان يشكوان ظروف تمدرسهما. كان الأطفال ينادونهما بالفرنسيين. في ديسمبر من العام 2006 كان قد مر ما يقرب من 5 أشهر على رحيل ماغي لويز. ألغى الهاشمي سفرا كان قد برمجه لنهاية السنة إذ خشي أن ينتزع منه طفلاه. ثم فاجأته ماغي لويز قبيل أعياد الميلاد باتصال هاتفي أبلغته بأنها عائدة إلى تونس يوم 25 من ديسمبر. سره كثيرا أن تأتي إلى سيدي علوان، على الأقل سيتحقق ما كان يعد به طفليه خلال الشهور التي مضت. في الآن نفسه كان ينتابه إحساس بالقلق. المرأة رفعت عليه دعوى قضائية في فرنسا وهي تطالب باستعادة الطفلين وحضانتهما. كان في ذلك ما يثير لديه الشك والريبة. مضى إلى استقبالها في المطار ومعه ياسمين وكريم وابن عم له اصطحبه خشية الوقوع في كمين قد تنصبه له ماغي لويز. لما أتمت الإجراءات وخرجت كان يمشي بجوارها رجل وامرأة فرنسيان قالت إنها تعرفت إليهما أثناء الرحلة. وما لبث الزوجان أن انصرفا. تمنى لهما الهاشمي مقاما سعيدا في تونس. لن ينسى كيف تعلق الطفلان بأمهما وكيف تعلقت هي بهما، ولعله أحس في لحظة ما بأنه ربما أخطأ أن فرق بينهم. لما وصلوا إلى البيت في ساعة متأخرة من المساء كانت وسيلة شقيقته قد أعدت من الأطعمة أشكالا وألوانا. هي لحظات يحتفى بها أن تعود زوجة شقيقها بعد غياب استمر أشهرا وأن يستعيد الطفلان حضن أمهما. فوجئت ماغي لويز بالحفاوة التي استقبلت بها، ولما لمحت إلى ذلك في الحديث المقتضب الذي دار بينها والهاشمي اكتفى بالقول إن مطالبتها باستعادة الطفلين وإعادتهما إلى بوردو بل حتى رفعها دعوى قضائية ضده لا ينبغي أن تحول دون الاحتفال بعودتها. نظرت إلى عينيه وابتسمت بلا أي تعليق. حلت العطلة المدرسية يومين بعد وصول ماغي لويز، وكذلك تأتى لها قضاء لحظات أطول مع طفليها. لم تكن تفارقهما حتى إنها قاسمتهما فراشها. كان الهاشمي يتابع عن كثب ما يجري، يحرص على أن لا يكون غيابه عن البيت مطولا. وقد لفت انتباهه وكان يستغرب كيف كانت ماغي لويز تظهر اندماجها في أسرة البغديري، تلازم وسيلة في المطبخ بل إنها كانت ترافقها إلى السوق لشراء الخضر والفواكه الطرية واللحوم. مساء 31 من ديسمبر ليلة رأس السنة تم إعداد عشاء فاخر حضر فيه أجود ما في المطبخ التونسي وأطباق فرنسية. ولما كان الجو باردا فقد اقترحت وسيلة أن يسبق العشاء بحساء العدس. لا يذكر الهاشمي متى ولا كيف نام. لما استيقظ كان الصبح قد تنفس، ولقد استغرب أن شقيقته وسيلة وزوجها سليم ناما حيث كان يجلسان في الصالون. لا يريد أن يصدق ما تراه عيناه.
ثم لما أدرك أنه صحى تفقد طفليه فلم يجدهما ولم يعثر على أثر لماري لويز. حدث الذي كان يخشاه، أخذت الطفلين وهربت. كان يندب حظه، أيقظ وسيلة وزوجها سليم، هب إليه وسرعان ما أدرك الذي حدث. الفاتح من يناير 2007 هو يوم عطلة، وماري لويز قد تكون قطعت أشواطا بعيدة. لم ييأس، مضى إلى مركز الدرك وأبلغ عن اختفاء ولديه قائلا إنه يتهم زوجته بسرقتهما ومحاولة الهروب إلى فرنسا. كانت الساعة تشير إلى 11 لما انطلق بسيارته يريد إلى مطار العاصمة. كان يظن أنها ستركب من هناك وتغادر إلى فرنسا، لا شيء مؤكد لديه. لما وصل كانت الرحلة المتجهة إلى باريس قد أقلعت منذ أكثر من ساعة ونصف الساعة. يعض الأنامل غضبا، آه لو كان يعلم موعد سفرها لما نام. ثم علم أنها لم تكن على متن تلك الرحلة. لما عاد إلى سيدي علوان وقد بدا للجيران أنه حدث له مكروه، تقدم منه رجل مسن وسأله. كانت المرة الأولى التي يسأله شخص من خارج العائلة عن أحوال أسرته. كان منهارا ولذلك لم يتردد في إبلاغ الرجل بالذي حدث. إذ ذاك قال له إنه لما كان يقصد إلى المسجد لأداء صلاة الصبح رأى سيارة متوقفة بباب داره. قال إن رجلا وامرأة ملامحهما أوروبية كانا ينتظران بالباب. ولما عاد من المسجد كانت السيارة قد اختفت. كان فيما قاله الرجل ما يؤكد أن ماري لويز استفادت من مساعدة متواطئين معها. وبينما كانت الأسئلة تتلاطم في ذهنه استحضر شريط وصولها إلى المطار ذاك 25 من ديسمبر، وفجأة استحضر صورة الزوجين الفرنسيين اللذين قالت إنها تعرفت عليهما أثناء الرحلة. هو الآن شبه موقن بأنهما من ساعداها على الهروب بالطفلين. مرت عدة أيام، ما يقرب من أسبوع، قبل أن يأتيه اتصال هاتفي من فرنسا. قال له صوتها دون مقدمات: لا تقلق على الطفلين، إنهما معي في بوردو. لم تقل شيئا آخر. بعد أشهر عديدة وكانت قد رفعت عليه دعوى للطلاق، علم أنها غادرت تونس هي والطفلين بهويات زائفة.